بفضل الله احنا عام 24 لغاية اليوم نحكي عن زيادة صادراتنا بالخضار والفاكهة بنسبة 32%، وهذا مؤشر إيجابي. المواشي زيادة الصادرات تقريبا بمعدل 260%، يعني هذا أيضا مؤشر على دور اقتصادي لهذا القطاع، يعني تضاعفت صادراتنا من المواشي. وأعتقد إن شاء الله هذا العام سنحقق طفرة في عدد أو كمية المواشي التي تم تصديرها. الوحيد اللي انخفض عندنا اللي هو القضايا المرتبطة بالبيض التفليس والصوص، حماية للإنتاج المحلي. يعني إحنا بنحكي الكثير بيدعي البعض، وبشوف صفحات التواصل الاجتماعي إنه هناك تصدير الدواجن وبيض التفليس، لا، انخفض بنسبة 50%. التحدي الأكبر في نقص الدواجن في السوق ناجم عن تغيرات الطقس. يعني إحنا لاحظنا الشهر الماضي الحرارة في النهار تصل 32 وفي الليل تصل 12 و10، وهي كائنات حية حساسة وحقيقة نسبة النفوق عالية جدا، ومعامل التحويل أيضا منخفض، يعني الوزن منخفض، فبالتالي لا يوجد تصدير. تقريبا إحنا إنتاجنا حوالي استهلاكنا يزيد عن ويصل 27,000 طن يوميا من شهريا من الدواجن، ما تم تصديره قبل شهر تقريبا 100 طن إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة فقط. يعني بنحكي يعني شيء رقم لا يذكر حتى يقول أثر على السوق، لكن حقيقة الإشكالية في النفوقات الأرقام عالية نتيجة لتذبذب درجات الحرارة. الجانب الآخر، إحنا بنحاول نعمل على معادلة تشمل أولا المستهلك، ودليل ذلك ومؤشر ذلك توفر كل السلع، وخصوصا في مجال الزراعة الخضار والفاكهة وأسعار متناول اليد المواطن. إذا المستهلك أولا ثم المزارع. أنا شخصيا بهمني كقطاع زراعي، وبهمني استدامة القطاع الزراعي، حتى أنه أنا ممكن يعني أعمل على فتح الباب الاستيراد موسم معين يؤدي إلى انتكاسي، تؤدي إلى إضرار بالاستدامة. ثم بعد ذلك اللي هو المستثمرين في هذا القطاع.